نعم الحمد لله، جزاكم الله خير. عبد الله، يعني انتم يعني قلتم بان لديكم مداخله، يعني بامكانكم ان شاء الله لكم الوقت، وان كان شيخنا هناك اعلان تشيع ايضا موجود في الانتظار، فلو عندكم مداخله قصيره تفضلوا بها ان شاء الله. بعجاله ان شاء الله سعد، بعجاله. تفضل. حول ما تطرقه الشيخ ياسر الحبيب في موضوع طبيعه الحال شو مظله الزهراء من طرف ابو بكر طبيعه الحال. هذا الامر انا اشكك حتى في ان كان ابو بكر تقدم للاعتذار ولطلب طبيعه الحال رضا فاطمه الزهراء عليها السلام طبيعه الحال في هذا الامر، وذلك راجع الى من اراد التوبه، هل كان طبيعه الحال يأمر خالد بن الوليد يقتل علي عليه السلام مثلا، أو قتل مالك بن نويرة الأمر بقتل مالك بن نويرة على يد خالد بن الوليد، هل هذا إنسان طبيعة الحال يطلب رضا الله ويطلب رضا الزهراء ويطلب رضا الأصول به صلى الله عليه وسلم؟ هذا فقط الذي كنت أريد أن أقوله. نعم نعم. طبيعة الحال فهؤلاء لا يعرفون طريق الهدى، فهؤلاء هم الذين وأبصارهم طبيعة الحال عن طريق الحق وطريق الهدى. نعم. فهم كانوا مع سيد الخلق وسيد الورى، وكانوا مع أحسن الخلق أفرق الخلق. نعم. محمد وابن عمه يعتوب الدين وسيد شباب الجنة وسيدة نساء الجنة، كانوا مع النور مع سيد الأنوار. نعم. الحمد لله يعني لم يروا النور، وإن شاء الله لم يروه كما لم يروا آخرة كما، لأنهم أظلموا الناس وأظلموا الدنيا على الناس، حتى أصبح الكل طبيعة الحال من تكلمه وتريد أن تجذبه طبيعة الحال وأن تريه طريق الحق وطريق الصواب طريق آل بيت رسول الله طريق النجاة، يعترضون طريقك طبيعة الحال، أنتم تعرفون ذلك طبيعة الحال، ما يلاقيه المتشيع من مضايقات من كلام. مؤخرا كنت أتكلم طبيعة الحال مع صديق هاتفيا وناقشت معه الفكرة، فصراحة لدرجة أنه سب آل البيت ولعن الله من جهتي أنا طبيعة الحال، فصراحة يعني أغضبني غضبا شديدا بصراحة، وهذا ألمني فأصبحت بالتالي ودافع عن آل بيت رسول الله بسب من يواليهم طبيعة الحال. فمشكورين جزاكم الله خير إن شاء الله تعالى بحول الله، والمسيرة إن شاء الله تعالى بحول الله، نتمنى الله أن ما نتوقفش هنايا، الهدف ديالنا والمشروع ديالنا إن شاء الله تعالى هو استقطاب ما يمكن استقطابه من الناس إن شاء الله تعالى بحول الله بركوب سفينة النجاة، وإن شاء الله تعالى كما وعدتكم الأسبوع الماجي إن شاء الله تعالى بحول الله، عندي ابن له في سن 21 سنة إن شاء الله تعالى بحول الله سيدخل إن شاء الله تعالى ويركب سفينة النجاة إن شاء الله النجاة، وأريد أن أتسلى على ودي شيخنا الحبيب إن شاء الله تعالى بحول الله. شكرا جزيلا. هذا وأنتم مشكورين لكم الله خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم أخي عبد الله إن شاء الله، والملتقى إن شاء الله للأسبوع المقبل. شيخنا الأخ عبد الله يعني أثار النقطة يعني مهمة، يعني قبل طبعا بخصوص ما يعني سأل عنه، أتصور أنتم ذكرتم في نفس الجلسة الماضية أنه كان عن طريق الإلزام للالتزام. نعم طبعا. نعم. وفي التفريع الذي ذكره أنه، وهذا سبحان الله يحدث، حتى أنا شخصيا حدث معي أنه هنالك من يعني تتجادل معه بالتي هي أحسن بخصوص أهل البيت عليهم السلام وبخصوص التشيع، فينطلق يرد بالسب لأهل البيت عليهم السلام، يعني ما هو التوضيح في هذا الأمر؟ يعني أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فطبعا هذه الرواية بهذا اللفظ نحن أتينا بها إلزاما لهم في جزئية أن استرضاء الزهراء عليها السلام أمر جلل ومهم حتى يضمن الإنسان دخوله الجنة، وأما أصل محاولة أبي بكر لعنه الله لاسترضائها عليه السلام فذلك ثابت في الحقيقة، ولكن الداعي كان سياسيا لا إيمانيا، فإنه كما تفضل الأخ الكريم لو كان أبو بكر حقا نادما وتائبا والدافع له ديني في استرضائها لما أقدم على ما أقدم عليه من محاولة اغتيال أمير المؤمنين عليه السلام، ولخرج من تبعات ما أحدثه، ولكنه واصل طريق تزييف الدين الإسلامي والتضييق على أهل البيت عليهم السلام،
وواصل كذلك مجازره التي ارتكبها في حق المسلمين الذين رفضوا دفع الزكاة له ومبايعته. لكن كانت هنالك أجواء متوترة في الحقيقة، كانت مسألة سخط الزهراء أو سخطها عليها السلام عليه مسألة تقلقه في الحقيقة، تقلقه لأن المشاعر كانت جياشة، المشاعر كانت مع الزهراء عليه السلام بشكل عام من دون أفعال. فكثير من هؤلاء الدهاة السياسيين، وأبو بكر بالمناسبة موصوف بالدهاء، كان يقال إن من دهاة قريش أبو بكر، كان موصوفا بذلك. فكداع سياسي أو كدافع سياسي، كثير من هؤلاء الدهاة السياسيين بعدما يقدمون على ارتكاب جرائم في حق أناس ما، فإنهم يحاولون استرضاءهم حتى يمحون ما كان من قبل، وكثيرا ما يتجلى هذا في حال الوفاة أيضا. لماذا كان هنالك حرص شديد من قبل أبي بكر وعمر على الاشتراك في جنازة الزهراء عليها السلام والصلاة عليها؟ لهذا السبب، حتى المجتمع يقول خلص بعد عفى الله عما سلف، انظروا كيف كانا يبكيان على الزهراء عليه السلام ويسيران في جنازتها ويصليان عليها. هذا ما فعله المامون العباسي بالمناسبة لعنه الله، هو الذي قتل الإمام الرضا عليه السلام غيلة بالسم، لكنه مشى في جنازته وصلى عليه وكان ينتحب وشق ثيابه وأظهر حزنا يعني عظيما في ذلك. مثل العامي معروف، يقول لك يمشي يقتل القتيل ويمشي بجنازته يعني.